ختم مجید کے لیے اسی ادارہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے جناب قاری نعمان صاحب تلاوت کے لیے آتے ہیں اور مختصر شاندار اور جاندار تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب قاری نعمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
شيئا. شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.